أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم عاقلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم مسلمين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تبتقوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أنا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة من دون الرحمن يضرني أقلني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني زلنا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومه من بعضه من جلد من السماء وما كنا منزلين. إن كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جمعوا لدينا مقرون. ويكن لهم الأرض ميتة وأحييناها حقا فهم يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلم النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القادم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا خملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها موردين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله إطعاماً إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون مات هذا البعض إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تخرجهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا بيننا من بعثنا ممن قدمنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم يوم لدينا مغفرون. فاليوم ناكل من نفسهم شيئا ولا تجزم إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال وعلى الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قالوا من رب الرحيم وامتازوا لهم أيها المجرمون. فلما أخذ لكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. من يعبدني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلمها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في خلقه فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويكن القول على الكافرين.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا العمل فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يحصرون لا يستدعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يسوى قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكة كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى بل باصباد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل نفسنا جنمز وجن أمتنز كلمة تغيب وكلمة شهادة نسم الماسي سيدنا الأولين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسوله. İnsan olduğu zaman kabul olduğu zaman kiramen katibin melekleri gelip soracaklar. Rabbuke ve ma kitabuke ve men neyyuke. Rabbim kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? Rabbim Allah-u Teala. Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Din-i İslam, kitabın Kur'an-ı Azim-i Şuram. Bundan Kabe-i Şerif, itikada, mezhebi, mevlusunu, köl, cemaat, hamakı, mezhebi, umman-ı azam, ruhu, hanefe, umman-ı samit, mezhebi, ümmeti, Muhammed devrini, mutminim, hakka, müslümanım, elhamdülillah, sünnetliğini izlere nasip eyle ya Rabbi. Hastalara şifa, dertlere deva, boşlara edalar nasip eyle ya Rabbi. Şu anda kabri başında bulunduğumuz ölülerimizin ruhlarına, İlk peygamberimiz Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın eliyle bütün Müslüman ölüm noktalarımızı ayrı ayrı gönderiyor. Sen kabul eyle ya Rabbi. Sen kabul eyle ya Rabbi. Bizler de yarın öldüğümüz zaman arkamızdan hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve Kur'an okumayı eksik eyleme ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affı için, işlerimizin hayırlı olması için, Allah rızası için, yaradığımızın kabul için El-Fatiha.